تسير مقابل 32 في مباراة للتاريخ بالتأكيد، أن تهزم واحد، أن تتغلب على واحد من الأندية التي تلعب في الشامبيونز ليج بالتأكيد هي يعني موضوع يحتاج إلى تأريخ وإلى حديث كبير بالتأكيد. إذن عودة للمباراة هنا، توباتي طبعا على اللعب، هذا التدوير اللاعب يلعب، هذا اللاعب ماتيوس بريهيلا يلعب على مستوى صناعة اللعب، يلعبها إلى مونتيني، مونتي دي سيلفا، مونتي والبرازيل، وراح نتحدث عن التجربة البرازيلية الرائعة. إذن هذا أيضا الحارس البديل، حارس الخبرة هو سانتوس مايك فيريرا، ما هذا يعني الحارس والحارس الآخر. إذا سلسلة البحث عن الأول، الأهداف لتوباتي البرازيلي الذي يحاول أيضا أن يقدم مستوى متطور يعكس تطور كرة اليد البرازيلية. هنا المحاولة وبطاقة صفراء طبعا للمحاولة كانت من تيلي زيموتا، هذا اللاعب طبعا يلعب على مستوى صناعة اللعب. ماتيوس إلى مين؟ إلى مين؟ إلى مونتي دي سيلفا، وتسديدة وهدف. مونتي دي سيلفا صاحب أول الأهداف، هذا اللاعب طبعا لاحظ يعني كمية اللعب وإبراز الإمكانيات للاعبين، يعرفون يسوقون لأنفسهم بالتأكيد، وبالتالي هذه واحدة من الحلول الفردية لهذا اللاعب لمونتي دي سيلفا، لاعب اللاعب لي يلعب لنادي توباتي البرازيلي. هنا ايضا المحاولة والتسديدة، ولكن ايضا هنا الخطأ لصالح، خطأ لصالح هذا النادي، هذا بنفيكا، وهنا على الجناح يا سلام، بنفيكا وعلى الجناح، ونجاح لأرنو بينجو، أرنو بينجو جناح يلعب على مستوى طبعا هذا فرنسي، أرنو بينجو فرنسي من مواليد 12/10/1987. هنا المحاولة أيضا لهذا المميز، لاعب مميز يلعب بشكل رائع للغاية، هذا اللاعب فيلوني موريرا لاعب على مستوى صناعة اللعب، يلعب باليد الشمال، وهو أيضا برتغالي هذا، لكن مميز للأمانة، يلعب بشكل حلو بيلوني موريرا. ١٩٩٠ مواليد هذا اللاعب، 32 سنة. إذن على مستوى صناعة اللعب أيضا توباتي البرازيلي، محاولة هنا أيضا تأتي المحاولة لمين؟ المحاولة من هنا من ماتيوس على مستوى صناعة اللعب، يلعبها ل 14 تيليز موتا، وهنا هدف جميل. شوفوا الأسيست الرائع كان الهدف من هذا اللاعب، تكسيرة فينيسيوس على مستوى الدائرة، وبالتالي أيضا شوفوا هذا تكسيرة وهدف جميل، هدف جميل. وثلاثة لتوباتي يلعبون من أجل الاستمتاع، هذا لاعب مميز، الله قايل لك يلعبون. هذا فاز غيماريس الحارس البديل للخبرة الميدانية سانتوس مايك فيريرا، وتسديدة لكن تصدي رائع. ودائما الحديث عن الحراس وماذا يصنعون في مثل هذه المنافسات الكبرى، وشاهدنا غاريثيا الحارس الاسباني ماذا فعل لبرشلونه يوم امس، كيف يعني جعل كلشي في حيره من الامر، بالتاكيد. اوه تسديده ونجاح، تسديده مونتي دي سيلفا، يا سلام، هذا مونتي دي سيلفا، لا هذا الحارس طبعا مونتي الاسمراني، مونتي الذي صنع يعني الهجمه الجميله، وهنا تكسيره على الارسال على صناعه الهجوم الخاطف، تكسيره يلعب على مستوى الدائره.
هنا المحاولة على الجناح لكن المتابعة والتغطية والبرتغالي بنفيكا الذي خيب الأمال بالتأكيد. كان يعني كثير من النقاد يعتقد أن بنفيكا راح يكون ضمن الأربعة الكوار لكن اصطدم بالقلعة الحمراء. هنا المحاولة الله على اللعبة الجميلة ماتايوس بيرهيلا ونجح لهذا البرازيلي. والله دائما اتحدث عن البرازيل. هدف جميل ايضا من بنفيكا البرازيلي طبعا الهدف البرازيلي لكن الهدف هذا هدف بنفيكا. اندير ازيكو يردو إذن هو شوف توبالي توباتي تلعب على مستوى صناعة اللعب يلعب الآن تدوير اللعب في اللاعبين في المراكز أيضا حتى في أرضية الملعب. هذا لاعب يلعب يعني أحيانا شاهد يلعب موتا دي سيلفا مونتي دي سيلفا يلعب في الساعد الأيسر وتسديدة من مونتي دي سيلفا لاعب إمكانيات جميلة وبنية جسمانية ممتازة هذا اللاعب بالتأكيد. هنا المحاولة لهذا المميز بالتأكيد أيضا هذا المميز لاعب بنفيكا بيلوني موريرا لاعب يعني قصير القامة لكن لديه إبداعات كبيرة. وشفنا أيضا شفنا الكرواتي الذي لعب لفرنسا وعفوا الذي لعب لبرشلونة يوم أمس لوكا ساندريتش ماذا فعل في أجواء أرضية الملعب من حلول كبيرة على مستوى صناعة اللعب وكان أيضا أحد نجوم المباراة. هنا التسديدة يا سلام ونجاح تسديدة ونجاح لجوزيه سيلفا تسديدة لجوزيه سيلفا طبعا البرازيلي جوزيه سيلفا البرازيلي تخيل والله شيء جميل جدا ويعني يقف يجب ان يعني من يريد ان يتطور يجب ان يقف. هذا جوزيف يتألق سيلفا البرازيلي الذي يلعب للبرتغال والبرازيل بالتأكيد تتحدث اللغة البرتغالية. وايضا هناك لاعبين من الرأس الأخضر البلد الأفريقي الذي ايضا يعني يتحدث البرتغالية وبالتالي ايضا كثير من الرأس الأخضر لعبت في المباراة النهائية في بطولة افريقيا امام الفرعون المصري الذي يتسيد القارة السمراء بكل تفاصيلها على مستوى هذه اللعبة وبالتالي يذهب لكأس العالم القادم. هنا المحاولة على مستوى الدائرة نجاح وجمال لهذا اللاعب دي أندريات وهدف جميل. هنا المحاولة للبرازيلي يعرف كيف يتعامل مع البرازيل. يا سلام على الجناح ونجاح لأرنو بينجو الأسمراني الفرنسي تسديدة وتصدي رائع. يا سلام لنيكولا زيروديتش الحارس الصربي والحارس الصربي ايضا شولا كان من الاسماء الكبيره على مستوى الحراسه. صربيا قدمت اسماء خصوصا على مستوى الحراس. اذا نيكولا زيروديتش عمره 18 سنه ما زال في ريعان الشباب وما زال يكتب ايضا يعني امنياته. هذا الحارس يعني 18 عام اعتقد من مواليد 1997 عفوا طول ال 97 97 هذا عمره 18 عام 2004 مواليده وبالتالي طول متر 97 لاحظ طول فارع بالتاكيد وامكانيات لهذا الحارس ان يكون واحد من الحراس المميزين على مستوى العالم. يلعب لبنفيكا نيكولا زوروفيتش وهنا تسديده البرازيلي الله على التصدي الرائع.
هجوم خاطف. يا سلام يا سلام لوت اللعبة. جونيريو رونالدو، جونيريو رونالدو، رونالدو رونالدو، وهجوم خاطف سريع. يا سلام، شوف يلعبون من المركز، يعني الآن هم يبحثون عن المركز من التاسع للعاشر، لكن عفوا من يعني من التاسع الى الثامن، لكن 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 لاحظ ايضا، لاحظ 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 كيفيه يعني البرازيل، ثقافه البرازيل هي اللعب من اجل المتعه، الابداع، من اجل ايضا تاديه اكتساب ما يمكن اكتسابه من البطوله. هنا المحاوله تسديده لكن يصطدم هذا اللاعب قصير، لا يعني صعب صعب من العمق الدفاعي للبرازيل أن يأتي هذا يعني البرتغالي ليسدد بهذه الطريقة، رغم أن إمكانياته كبيرة، إمكانياته كبيرة. هنا تسديدة على مستوى الدائرة وسبعة أمتار صافرة الأسباني، الطاقم الأسباني طبعا غارسيا أكناثيو ومارت تيدريو، مارت تيدريو هذا طبعا القريب، هذا هو غارسيا أكناثيو الأسبان، أيضا ملوك هذه اللعبة، وهذا الحارس، ونجاح نجاح لسبعة أمتار. أولي رحمل، أولي أولي رحمل، اللاعب يلعب على مستوى الجناح، هذا اللاعب أولي أولي الألماني، هذا على فكرة هذا ألماني أيضا، هذا ألماني، وبالتالي مجموعة من يعني كثير من المحترفين لدى بنفيكا، من ألمانيا، من الرأس الأخضر، من البرازيل. وهنا المحاولة ماتيوس، الله على التسديدة، لكن اللي خارج هذا جواو أريكي، جواو أريكي، ومحاولة التسديد من سبعة أمتار، لعبة جميلة، الله الله على على السلسلة وعلى الجمال، لكن أيضا المتعة والإبداع لدى الحارس المتألق فاز غيميريس، والتسديدة، وهنا أيضا صراع على الدائرة، وهدف جميل، هدف جميل للبرازيلي، للبرازيلي براز فيليب، براز فيليب مترين هذا اللاعب، شوف بنية جسمانية كبيرة، أندري يلعب على مستوى صناعة اللعب للمميز، لعب على الدائرة، يا سلام لأليكسيس بورجس، أليكسيس بورجس من بورتوريكو، هذا اللاعب من بورتوريكو، من بورتوريكو هذا اللاعب، من بورتوريكو، من بورتوريكو بالتأكيد، هذا اللاعب يلعب، لاحظ إذا السلسلة، البحث عن عن المرور، البحث عن صناعة عمل مركب، ربما نشاهد هذا ماتيوس بريهيلا يلعب على مستوى صناعة اللعب، يحاول يبحث يعني يبحث أيضا، شوف لاحظ دفاع أيضا بنفيكا، يتحول لأربعة اثنين، يتحول لأربعة اثنين بطريقة أيضا يعني فيها إغلاق المنافذ على على حامل الكرة وعلى ممكن لمين، هذا ماتيوس تسديدة حوضية لكن متابعة من الصربي نيكولا، نيكولا وتصدي رائع لهذا الواعد، واحد من الواعدين ربما يكتب نجوميته هنا في هذه البطولة، يولد هذا النجم، هذا أيضا الأسمراني أرنو بينغو، أرنو الفرنسي، ونجاح والهدف 9-9 لبنفيكا، 9 لتوباتي البرازيلي 9، وبالتالي مباراة مباراة جميلة. مباراة جميلة، هنا المحاولة 7 آدم جهاز، هذا من طبعا من هنغاريا، من المجر، آدم آدم، وتسديدة أيضا للبرازيلي الأكثر وصولا، للأكثر وصولا هذا اللاعب البرازيلي أرنو بينغو، أرنو أرنو
البرازيلي جوزيه سيلفا، أرنو بنقول الفرنسي جوزيه سيلفا 34 وأكثر الواصلين للشباك، طبعا الشباك التوباتي البرازيلي. هنا المحاولة على مستوى العمق الدفاعي ونجاح، العمق الدفاعي ونجاح للبرازيلي جوستافو دي ونجاح. شوفوا على مستوى، شوف العمق، الاختراق للعمق لبنفيكا، وبالتالي ايضا يعني شوف التبديل، اصابه، سلامات لهذا اللاعب. طبعا لاعب جوستافو دي، اللاعب البرازيلي الذي يلعب لتوباتي البرازيلي. كل الفريق هم من البرازيل، لا يوجد محترف من خارج السامبا، من خارج هذه البلد، خامس بلد على مستوى المساحة، على مستوى العالم، والناطقة بالبرتغالي، والناطقة دائما بالرياضة، بكل أجواء الرياضة تحت، يعني هذا بلد يعشق كل الرياضات وكل الأجواء الرياضية والمحافل الرياضية، دائما يبحث عن التميز. هنا هجوم خاطف، يا سلام على اللعبة، لا لا لا، كان في خطأ يقول، لكن كان يفترض التمريرة تكون على الأرض، يعني يضربها، يعني عمل الدربل أو البونت على مستوى الأرض، على اعتبار أن الكرة أصعب راح تكون لتمرير الكرة من فوق راس واحد يتجاوز المترين، وبالتالي الصعوبة. ماتيوس على مستوى صناعة اللعب، يلعب على مستوى الدائرة أيضا، ولكن المتابعة هنا اللاعب، يا سلام يا سلام على الاسيست الجميل، لعبه جميله ورائعه، والهدف كان من باولو مورينو، الهدف كان من باولو مورينو من الراس الاخضر، هذا باولو مورينو، لكن التسديده او التمريره الذكيه كانت من بيلوني موريرا، يلعب كره جميله على مستوى الاسيست، وواحد من يعني ثعلب بنفيكا، هذا اللاعب هو ثعلب بنفيكا، يا سلام، اللعب على الدائره، على دائره التوباتي البرازيلي، مميز على مستوى ايضا التمركز، الدوران، وعلى مستوى القتاليه، هذا اللاعب تكسيره فينيسوس، تكسيره، هل يكسر، وتسديده، يا سلام، تسديده لمونتي دي سيلفا، والله العيون عليك يا مونتي دي سيلفا، في الخليج، في الأجواء الخليجية يا مونتي دي سيلفا، تصدي رائع، فاز غيماريز، وتسديدة جميل، تصدي رائع لهذا، شوف هذه قتالية على الحارس، فاز سوزا غيماريز، طبعا فاز سوزا غيماريز، لا حارس يعني يقاتل، يعجب ان تلعب من اجل التقدم، يجب ان تلعب من اجل الفوز مهما كانت الظروف لعبه، لكن يعني ابن هنغاريا حاول يعمل ذكاء، تذاكي على الحكم ويلعبها لحارس المرمى، ولكن صفرت الاسباني حاضره، هذا مونتي يلعبها لكتابها على التمريره كانت من دي اندرياد 11، اما التكسيره هو من سجل الهدف، من سجل الفرنسي، هذه المره لا، يقول مش كل مره تسلم الجره. ارنو بينجو وفرنسا بسته القاب، اكثر فرق العالم حصولا على كاس العالم، سته القاب للفرنسي، واخر الالقاب كانت للدنمارك، ميكائيل هانسون ولندن جاكسبون ويان كي جرين والاسماء الكبيره. الله يا مونتي دي سيلفا، مونتي دي سيلفا، والانظار بالتاكيد الانظار عليك، وشاهدنا ايضا ابداعات النجم الفرعوني يعني ايضا الفرعوني حسن قداح، يعني فيف كيلسي البولندي، خلاص خلص الموضوع،
دائما في مثل هذه الأجواء البحث عن النجوم عن المبدعين، وبالتالي من ضمن الأفكار لحضورك لهذه المنافسات ولا المنافسات الكبرى في السوبر جلوب، أكبر تجمع للأندية ويعني الأرقى على مستوى هذه اللعبة على مستوى الأندية بالتأكيد السوبر جلوب، بطولة الأبطال، أبطال القارات، أبطال كل قارات الدنيا هنا في المملكة العربية السعودية. إذن هذا أيضا هذا ابن مواليد 2000، يا سلام يا سلام، هذا 5 فينيسوس دي كاسترو مواليد 2004، يعني أيضا 18 عام، وبالتالي وجوه واعدة تكتب بدايات النجومية هنا في المملكة العربية السعودية في هذا في السوبر جلوب وفي أجواء كرة يد عالمية بالتأكيد. هذه من الأشياء التي من المكاسب بالتأكيد. نيدي كيليبون والبرازيلي، يا الله على هذا البرازيلي يتفنن، جوزيه سيلفا، جوزيه هنا أيضا المحاولة، مونتي يلعبها لتكسيرها لكن المتابعة كانت لنيكولاس الصربي حارس مرمى، وهنا المحاولة أيضا هنا لهذا المجري لابن هنغاريا، وهدف جميل لابن هنغاريا. آدم جهاز هذا البرازيلي طبعا، دي سيلفا هنا، خوزيه دي سيلفا، وهذا الهنغاري، هذا الهنغاري آدم جهاز. طبعا فينوس دي كاسترو، هذا فينوس دي كاسترو طبعا مواليده 2004، ما زالت الامور في بداياتها. يا فينيسوس دي كاسترو يحاول ان يكتب ايضا له امجاد وله حضور وان يسلط الاضواء على نجوميه برازيليه واعده. السيد، شوف هذا السيد طبعا ماتيوس اوليفيرا ماركوس ريكاردو مدرب توباتي البرازيلي، ماذا لدى هذا الرجل من تعليمات؟ فلنستمع. Esse um contra um, Luciano Gimper, conta nas costas do Luciano aqui. Ok? Espera ele atacar, meio. O central fica aqui só para dar um SOS aqui, ok? Entra pela frente aqui, tem que ser o time bom, tem que ser bem rápido pela frente, ok? Só uma coisa, a gente faz uma ação de penetração, o cara vira 5-1. Virou 5-1, a gente faz uma bola de 5-1, não ataca na primeira bola. Ei, vai tirar o pivô e jogar um contra um. Bola no ponto entrando, vai. Bora, galera, vai. 1, 2, 3. Só bater. إذن وصلت التعليمات ووصلت كل الترتيبات وماذا يريد. طبعا السيد جوزيه فاكويرو المدرب بنفيكا، وكذلك السيد اوليفيرا ماركوس ريكاردو، وكلا طبعا كلا البلدين يتحدثون البرتغالية. هناك في يعني امريكا اللاتينية من يتحدث الاسباني مثل الارجنتين، وهناك من يتحدث البرتغالي مثل البرازيل. سبعة امتار وصافرة حكم اللقاء، حكمي اللقاء غاريسيا كناثيو الاسباني ومارت تيديريو. سبعة امتار على التنفيذ، هذا البرازيلي جواو فيليب، جواو ونيكولاس في الاتجاه المعاكس وجها لوجه لمن الكلمة. الله على جواو فيليب، لعبها بحرفنة وبذكاء وأيضا بمهارة. لاحظ البرازيل دائما هكذا، هم يحبون يعني الإبداع، دائما التفكير خارج الصندوق. لاحظ ثلاثة 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 دفاع، ثلاثة ثلاثة، ولكن أيضا بشكل بوضع مختلف. هذا البرازيلي جوزيه، أيضا البرازيلي جوزيه سيلفا، جوزيه سيلفا أكثر الواصلين للشباك البرازيلية، لربما يعرف كيف الطريق إلى البرازيل، إلى ريو جانيرو وإلى كل المدن البرازيلية وإلى الشاطئ الشهير. هنا تسديدة جميلة ونجاح، قايل لكم يعرف الطرق، هذا طرق هذا المجري الهنغاري، هذا الهنغاري ايضا ينجح في آدم جهاز.
الهنغاري. تسديده لك نيكولاس يا سلام، تصدي رائع. مواليد 2004، والله شيء جميل. متر 9، متر 97 على مستوى الطول، زيادة عددية. يلعب المدرب، طبعا المدرب السيد جوزيه فاكويرو. فاكويرو يحاول لعب بزيادة على العددية، طبعا من أجل اللعب بدائرتين أرياحية، إعطاء يعني راح أشوف أيضا من أجل إرغام البرازيل، الدوباتي البرازيلي على النزول ل 6-0. تسديدة واختراق جميل أيضا لهذا اللاعب، وهدف جميل. 16 مقابل. شوفوا هذه البرازيلي خوزيه سيلفا، أكثر الواصلين للشباك خوزيه نيكولاس. وتسديدة فينيسوس دي كاسترو، لاعب ابن 18 ربيع 2004. ما زالت الامور هذا ايضا البرازيلي ماتيوس دي هالا، يلعب على مستوى صناعه اللعب، يلعبها تكسيره الى جواو انريكي. جواو يلعب على مستوى صناعه اللعب في هذه اللحظات، تكسيره الى ماتيوس، والبحث على مستوى الجناح. يا سلام، نجاح جواو فيليب، يلعب على مستوى جواو فيليب، ونجاح لهذا اللاعب بالتأكيد. يا سلام، في أجواء السوبر جلوب، وفي يوم الختام، وفي اللقاء المرتقب مع ماجديبورغ وبرشلونة، في الله على المتابعة، يا سلام. دي أندرياد، ونجاح لهذا اللاعب. شوف لقطها، هذا يسرق الكحل من العين، هذا يسرق الكحل من العين. ودي أندرياد نجاح. شوفوا 4-2، البرازيلي يدافع ب 4-2، لكن ايضا هنا المحاوله من هنغاريا ادم، والمحاوله لكن مشي 4 خطوات على ادم ابن هنغاريا. ماتيوس يلعبها الى جواو انريكي. ماتيوس مره ثانيه تكسيره، كانت تحتاج الى دقه في التمرير. هذا تكسيره الواضح، هذا نيكولاس حارس، نيكولاس الحارس اصوله صربيه، هو من صربيا طبعا نيكولاس زيروفيتش الحارس الصربي، ومن الاسماء الكبيره ايضا لصربيا هي شولا الحارس الكبير، حارس العملاق. إذن هنا المحاولة أعزائي المتابعين، لبنفيكا البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، توباتي البرازيلي، ومحاولة من هذا البرازيلي أيضا جوزيه سيلفا، وأكثر الواصلين للشباك البرازيلية جوزيه إلى هذا آدم مرة ثانية. اللعب على مستوى الباك، لكن التصدي رائع الله، لكن أيضا حاول فيها العارضة تقف لصالح بنفيكا في هذا الهجوم الخاطف الجميل، هجوم خاطف. هنا المحاولة، يا سلام يا آدم، لعب كرة جميلة على مستوى الأسس لهذا اللاعب، لابن الرأس الأخضر طبعا، هذا اللاعب باولو مورينو ابن الجبل، ابن الرأس الأخضر، لعبها بشكل حلو باولو مورينو.
مواليد 92 عمره 30 سنه يلعب لي الراس الاخضر طوله طبعا متر 97 ما شاء الله ايضا هذا طوله 97 متر 97 نيكولاس الذي تصدى بشكل حلو للتسديده البرازيليه ولكن ايضا هذا ابن صربيا ابن يعني ايضا احد معاقل كره اليد يوغوسلافيا حصلت على كاس العالم كرواتيا عندما انفصلت ايضا من يوغوسلافيا حصلت في 2003 على كاس العالم مع نجوم كبار يتقدمهم كوبيليار بالتاكيد اللاعب الاعسر لاعب طوله بترين 15 سنتي هنا المحاوله لهذا اللاعب ايضا اللاعب إذا نشوف دفاع متقدم للتوباتي البرازيلي يخاف يعني يرغب في تخليص الكرة افتكاك الكرة بدون أيضا بدون متاعب بدون يعني بشكل مريح وبدون أخطاء ويحاول أيضا يضع على اعتبار وقادر ينجح في خطف الكرة وأيضا شوف لاحظ هذه التسديدة الله لنيدي كيليون هذا اللاعب تسديدة ولكن أيضا القائم والعارضة في آن واحد يشتركون مع التوباتي البرازيلي ليتصدى لهذه نيدي كيليون هذا اللاعب طبعا سلوفينيا ايضا ودراغان جايتش هداف كاس العالم في 2015 في قطر دراغان جايتش وهذا ابن سلوفينيا ايضا ظهير ايمن تيدي كيليون ويا سلام على ادم وسبعه امتار والتالق ايضا لحارس المرمى يعني حارس رائع تالق في هذه التصدي الرائع بالتاكيد فاز سوزا غيماريس ولمن الكلمه تصدي الله اي والله رائع لكن اولي رحميل الالماني اولي وهنا في هذه اللحظات ينتهي الشوط الاول اعزائي المتابعين 18 لتوباتي مقابل 17 لبنفيكا الذي ربما يعني بسبب يعني خيبه الامال لهذا النادي ياتي بعد ان تلقى خسارتين موجعتين الخساره الاولى إذن أعزائي المتابعين نعاود التحية معكم أينما كنتم في أرجاء هذه المعمورة تسديدة البرازيلي خوزيه سيلفا ولكن خارج الملعب وانتهى الشوط الأول بتقدم توباتي البرازيلي على بنفيكا 18 مقابل 17 شوط جميل للغاية في الشوط الأول لتحديد المراكز طبعا هنا يأتي هذا ماتيوس يلعب على مستوى صناعة اللعب مونتي التسديدة والتصدي كانت من نيكولاس الصربي الحارس المميز ابن 18 ربيع والبرازيلي سيلفا خوزيه سيلفا يتألق هذا البرازيلي يقدم شوط هذا أندري أزيكوريدو جوزيخ سيلفا 34 هذا 24 أندري إزيكوريدو أندري الأسباني إذن يا سلام لنيكولاس هذا مش نيكولاس ايضا هذا الحارس الثاني سيرجي هرنانديز هذا 27 سنة اسباني ايضا طوله متر 97 كل الحراس في المتر 97 اليوم
حراس بنفيكا. هذا الاسباني سيرجي هرنانديز. هنا المحاولة لعبة على يا سلام يا الله على اللعبة الاسيست الجميلة على مستوى الدائرة. لكن المتابعة كانت التسديدة من باولو مورينو لاعب الجبل الأخضر. لكن المتابعة هدف للبرازيل لكن كرة لخارج الملعب من فيلوني موريرا، واحد من الأسماء يعني الجميلة شاهدناها في المباريات الماضية. لكن اليوم ما أدريش فيه، يمكن يلعب بدري، مو متعود على اللعب في الصباح، ما أدري ليش مستواه مباين. هذا اللاعب مباين مستواه، لديه إمكانيات كبيرة. هنا المحاولة لماتيوس، يلعبها لي جوستافو ونجاح على مستوى الدائرة. يا سلام للتوباتي البرازيلي الأسباني، يفكر يقول شنو أعمل مع هذا. الله 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 على خوزيه سيلفا وأيضا الحارس. شوف كانت اللعبة جميلة، هذه اللقطة الماضية، لكن هذه البرازيلي يصطدم بالحارس البرازيلي، يصطدم في فاز غيميريس، و تسديدة 7 أمتار، تصدي رائع. يا سلام يا سلام يا سلام، أولي رحمل حاول فيها الألماني، الألمان أول من احتضنوا هذه اللعبة وقدموها للعالم في أولمبياد صيف 1938، وكانت بإعاس من أيضا القائد الألماني هتلر آنذاك. إذا كانت البدايات في ألمانيا لكرة اليد، وأما تأسيس اللعبة فكانت في الدنمارك. هنا لعبة محاولة لمونتي، لاعب مميز يلعب على مستوى يعني الخط الخلفي، ساعد أيمن لديه إمكانيات. هذا مونتي يلعبها بشكل حلو. يا سلام اسيست لبراز فيليب، على مستوى الدائرة، بالتالي نجاح شوف اللعبة الجميلة، تدرس والله، لعبة جميلة، لعبة على أيضا الناشئة التي تعشق كرة اليد أن تتابع مثل هذه اللعبات، تتعلم من تواجد النجوم وبرشلونة ومغديبورغ غدا. اليوم في تمام 8:30 مساء سيكون النهائي الكبير المرتقب بنسخته 15، وبنفس السيناريو لكن هذه المرة ما يختلف هو أن مغديبورغ جاء بطلا للنسخة الماضية، أما في المرة الأولى فجاء معزوما لهذا العرس ليحضر هذا الزفاف، وإذا به عريسا للبطولة 14. يأتي اليوم تسديدة لمونتي، ولكن تصدي رائع للأسباني سيرجي هرنانديز، وتصدي رائع، 1.97 على مستوى البنية الجسمانية، والحارس الأسباني يتصدى لهذه الكرة. محاولة تدوير اللعب لخوزيه، يلعبها لبينوتي موريرا، إلى خوزيه سيلفا. هذا بينوتي اختراق، لكن أيضا تصدي لهذا الحارس الرائع، أيضا حارس فاز غيميريس، والله أداء رائع، اللعبة جميلة من الأسيست، من البداية من صناعة الكرة، والله لو يعيدها المخرج نشوف كيف لعبة الكرة. شوف 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 اللعبة الجميلة، كانت من مونتي، لعبها بشكل حلو اللي طبعا للي ما وفرها بالتأكيد جواو فيليب، ولعبها بشكل حلو. هنا المحاولة، كرة مقطوعة لكن أيضا خطأ، هذا التكسيرة يحاول يمسك الكرة. إذا المباراة جميلة، والتوباتي البرازيلي دائما
في الموعد، يستمتع بكل الألقاء بكل اللقاءات، يستمتع بصناعة النجوم. وتخيل كرة اليد البرازيلية، يجب أن نقف، يجب أن تقف كل الأندية والمنتخبات التي تريد أن تصنع كرة يد على هذا المنتخب. ما الذي يحدث في هذا المنتخب؟ كيف يستطيع أن يعني أيضا ينتج حتى على مستوى اللاعبين؟ هذا خوزيه سيلفا محترف في البرتغال، وهناك شاهدنا محترف في الأهلي راؤول نانتس محترف في الأهلي المصري. والأهلي المصري وما أدراك، واحد من الأندية الكبيرة على مستوى هذه اللعبة، ويبحث عن برونز، عن برونز اليوم أمام كيلسي، أمام فيف كيلسي البولندي، ولديهم برازيلي، لدى النور السعودي لديهم برازيلي، والبرازيل بدأت يعني تصدر اللاعبين لكرة اليد. هنا مونتي تسديدة، لا 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 لم تكن بالشكل المطلوب، تسديدة لعب سريع، لعب سريع وجميل. شوفوا هذا خوزيه يحاول على مستوى صناعة اللعب أيضا لأندري، أندري يلعب على مستوى صناعة اللعب، يلعبها لبيلوني موريرا، بيلوني موريرا إلى أندري، أندري يلعب على مستوى صناعة اللعب. هذه اللحظات أيضا ينزل لاعب 28 ليندرو سيميدو، ليندرو سيميدو هنا، شوف اللعب يا سلام على مستوى الجناح، شوف كيف سحب المدافعين، الضغط الإيجابي، الضغط الإيجابي هو ما يعطي الحلول ويعطي المساحات ويعطي أيضا إمكانية المرور. يا سلام على مثل هذه اللعبات الجميلة بالتأكيد. هدف جميل. إذن ماتيوس يلعب على مستوى صناعة اللعب، يحاول تدوير الملعب، وهنا يأتي يلعبها إلى جوستافو دي جوستافو، البحث عن الحلول الفردية. ربما إشارة الأسبان للعب السلبي، أربع تمريرات فقط، أربع تمريرات فقط إذا ما أراد، إذا ما أراد طبعا الوصول للمرمى، وإلا سيحسب طبعا كرة لصالح بنفيكا. تكسيرة على مستوى الدائرة، وهذا ماتيوس، ماتيوس بيريهيلا، ماتيوس بيريهيلا، ماتيوس بيريهيلا. هنا أيضا المحاولة، ما شفناه لاعب الأعسر، اللاعب الأعسر بيلوني موريرا، لاعب مميز يلعب على مستوى صناعة اللعب، يلعب الآن كساعد أيمن، يلعب بالشمال، اختراقات كبيرة وأيضا لديه ذكاء كبير. هذا ابن الرأس الأخضر يلعب على مستوى الدائرة. هنا المحاولة لمين؟ لمين؟ للواضح أمامنا أعزائي المتابعين، لأندري، أندري، المحاولة من أندري الذي يلعب على مستوى صناعة اللعب. هنا المحاولة مرة ثانية لهذا الثعلب البرتغالي، تسديدة جميلة ونجاح، تسديدة ونجاح لهذا الواضح ليندرو سيميدو، ليندرو سيميدو، ليندرو سيميدو 27 سنة يلعب للرأس الجبل، للرأس الأخضر، للرأس الأخضر، وهي وصيف أفريقيا هذا البلد، وصيف أفريقيا، ويتحدث أيضا البرتغالية، وكانت مستعمرة يعني من ضمن المستعمرات البرتغالية هذه البلد الرأس الأخضر. بالتالي تشاهد العديد من اللاعبين متواجدين في البرتغال، أحدهم هذا اللاعب باولو مورينو يلعب على مستوى الدائرة، وأيضا الآخر، اللاعب الآخر ليندرو سيميدو، ليندرو هنا اللاعب قائد الفريق بيلوني موريرا، بيلوني لاعب ذكي، لاعب ذكي لديه إمكانيات، لكن ربما يعني بنفيكا لا يشعر أنه في المكان الذي يليق بسمعة هذا النادي الذي يلعب فيه في طبعا في الشامبيونز ليج، واحد من الأندية التي تتواجد. هذا السيد أوليفيرا ماركوس ريكاردو مدرب توباتي، والنتيجة 23 توباتي 21 بنفيكا. توباتي يلعب من أجل، من أجل التطوير، من أجل المتعة، من أجل أيضا إبراز المواهب وتصدير النجوم للعالم. كرة اليد
أصبحت أيضا من يعني أحد روافد البرازيل للعالم. للعالم نشاهد الأسماء البرازيلية تحضر في كل القارات، وصلت لآسيا ولأفريقيا وفي أوروبا. في برشلونة هناك لاعب برازيلي، في كل القارات يلعبون يمتعون تسديدة. ومن ماتيوس أيضا، ماتيوس بيرهيل ماتيوس وتسديدة، لكن تصدي من الأسباني. هنا تسديدة أيضا آخر من يعني بيلوني موريرا بيلوني. إذن تحديد المراكز، وبعد هذا بيأتي الخليج، وفي طعم عربي، لقاء عالمي بطعم عربي. الترجي التونسي والخليج السعودي في لقاء مرتقب. بدأت الجماهير تحضر لتؤازر الدانة في هذا المحفل الكبير، في أول حضور له في السوبر جلوب. هنا ماتيوس يا سلام، تكسيره على الدائرة، لكن المتابعة ماتيوس يلعبها. هذا ماتيوس يلعبها على مستوى الجناح. المتابعة، التغطية الدفاعية مطلوبة. بدأت تتوافد الجماهير للقاء المرتقب، للقاء الخليج أمام الترجي التونسي في مباراة الكل يتوقع أن ستكون مباراة مشتعلة، مباراة بالتأكيد عالية المستوى للخليج وللترجي. الكل يبحث عن المركز الخامس، على الخامس والسادس، ويعني حضور جماهيري كبير للخليج الذي لفت الانتباه. الكل يسأل عن هذه الجماهير، عن هذا العشق الجنوني بلا حدود، عشق بلا حدود. والله في واحد من الأشياء، الله على تسديدة، لكن تصدي رائع، تسديدة وتصدي رائع لحارس المرمى. طبعا فاز غيميريس يسدد هذه المرة، ينجح لوبيز ميكائيل لوبيز. وميكائيل هانسون واحد من الأسماء الكبيرة التي طبعا يعشقها لاعبي كرة اليد الدنماركي، ميكائيل هانسون، وقاد الدنمارك لكأسين على مستوى العالم مرة تغال. بالتأكيد هي أصل يعني الموطن اللغة. هنا المحاولة البرتغال، وطبعا هذه التي تعرف لأعالي البحار، للبحار العالية البرتغال. هنا المحاولة من مونتي، لكن أيضا في دخول مونتي ودخول خاطئ أعتقد. بالتأكيد صافرة الأسباني هذا السيد مارت تيدريو الأسباني. إذن عودة للمباراة أعزائي المتابعين، أينما كنتم في أرجاء هذه الدنيا، في السوبر جلوب، وفي الأيام الأخيرة، وفي اليوم الأخير، وفي اللقاء المرتقب. بالتأكيد برشلونة ومغديبورغ، في أيضا في كلاكيت، وفي أيضا نسخة مكررة من العام الماضي. العام الماضي كان لمغديبورغ الكلمة بقيادة طبعا النجم الكبير الذي غادر أيضا مغديبورغ، الحارس الدنماركي يانيك جرين غادر مغديبورغ. هل يفعلها هذا اليوم أمام البرشا بعد رحيل النجم الكبير، وكان عريس اللقاء بالتأكيد. هذا شوف مواليد 2004، هذا فينيسوس دي كاسترو مواليد 2004، وأيضا على المستوى البنية الجسمانية ممتاز، طول مميز 1.85 متر، وبالتالي مستقبل كبير لهذا اللاعب فينيسيوس دي كاسترو. هنا مونتي، والعيون عليك يا مونتي، عيون الخليجيين عليك بالتأكيد. السماسرة تبحث عن الأسماء البرازيلية. تخيل أن البرازيل
أن البرازيل أيها السيدات أيها السادة يعني تقدم أسماء حتى في برشلونة. هناك لاعبين يلعبون في البرازيل. الله، هذا من الرأس الأخضر. أرنو بينغو طبعا اللاعب الذي يلعب على مستوى الجناح الفرنسي. والحديث عن فرنسا وعن الأسماء الكبيرة بالتأكيد حديث يطول. ودوشيجون 7-6 ألقاب على مستوى العالم، أكثر الفرق حصولا. وبالتأكيد الحديث عن المدرب القدير أنيستا، كلود أنيستا، الحارس المدرب الذي قاد الانتصارات الكبيرة لكرة اليد الفرنسية بقيادة ديدي نارت والأسماء الكبيرة وكرباتيش وأومير. بالتأكيد الحارس العملاق. هنا المحاولة وهذا مونتي والتسديدة، لكن أيضا تصدي للأسباني الحارس الأسباني سيرجي هرنانديز. وأيضا أسبانيا فازت في 2013 بالسيرة بالحارس خوزيه سيرة، الحارس الكبير الذي يعني عمل شغل كبير في المباراة واستطاع أن يتصدى لأغلب تسديدات المنتخب الدنماركي. ويومها الأسبان أوجعوا الدنمارك في مباراة للتاريخ، 16 هدف الفارق. هنا تسديدة جميلة بالتأكيد. شوف التسديدة اللي ابن الرأس الأخضر الأفريقي، ابن الرأس الأخضر وصيف أفريقيا في البطولة الأخيرة وواصل لكأس العالم. الرأس الأخضر الرأس الأخضر طبعا يتحدثون البرتغالية، وبالتالي جل اللاعبين هم في البرتغال، جل اللاعبين في البرتغال. والترجي السعودي لديه لاعب أيضا من الرأس الأخضر، لديه لاعب من الرأس الأخضر متواجد هنا في الدوري السعودي. هذا لعبة على مستوى، لكن أيضا مخطوفة من آدم، آدم جوهاز المجري من هنغاريا يلعبها. هذا آدم يلعب على مستوى صناعة اللعب، تدوير الكرة، البحث عن اللعب على مستوى الدائرة. وهنا المحاولة، الصراع الكبار، وسبعة أمتار صافرة الأسباني غاريسيا إكناسيو سبعة أمتار. هذا الخبرة الميدانية بيلوني موريرا على التنفيذ. لكن وين وديتها يا بيلوني يا موريرا؟ وين إلى خارج الملعب. ماتيوس على مستوى صناعة اللعب إلى مونتي إلى ماتيوس. هنا المحاولة لهذا اللاعب أيضا يلعب، تيليز موتا تدوير اللعب، البحث عن المرور. وهنا شوف التحسينات الدفاعية، العمق الدفاعي أعتقد مغلق، لكن محاولة هذا اللاعب تيليز موتا على الدائرة، يبحثون عن لاعب الدائرة، اللاعب طويل القامة براس فيليب، مترين واثنين سنتي هذا اللاعب. وبالتأكيد الإمكانيات كبيرة البدنية لهذا اللاعب فيليب براز يلعب على مستوى الدائرة، لاعب بالتأكيد بنية جسمانية ممتازة. ماتيوس فيرهيلا يلعبها إلى تيليز موتا مرة ثانية إلى مونتي إلى ماتيوس، لكن تصدي رائع من الأسباني هرنانديز. لعبة سريعة بيلوتي، يا سلام حاول فيها، لكن القائم لعبها بشكل حلو، لكن القائم كان وقف مع البرازيل في هذه اللحظة. هذا ابن الرأس الأخضر ليندرو سيميدو متر 94 طوله، يعني دائما لاعبي الجبل الرأس الأخضر يعني متوسط أعمار أو أطوال اللاعبين
يعني في نتحدث عن المتر 95 متوسط اطوال لاعبي الراس الاخضر، بالتالي قامات بنيه جسمانيه كبيره وتحتاج لشغل كبير. واضح ان هناك ايضا يستفيدون من الدوري البرتغالي، يتواجدون بكثافه في الدوري البرتغالي، وهنا ايضا في بنفيكا احد الاسماء المهمه في كره اليد. هنا المحاوله لتسديده لهذا اللاعب البرازيلي، تسديده لكن ايضا تصدي لهرنانديز. الله على اللعب السريع والارتداد، وهذا البرتغالي الماكر، هذا البرتغالي تائر الفريق بيلوني موريرا، ونجح وذكاء يلعب بشكل حلو هذا اللاعب ايضا. والله يعني لاعب لديه امكانيات كبيره، يلعب على مستوى صناعه اللعب، يلعب ايضا في الباك الشمال والباك اليمين على مستوى السعد الاعسر، ولديه امكانيات كبيره. والاجواء المرتقبه في اللقاء القادم، هنا تسديده من هذا اللاعب الواضح امامنا اعزائي المتابعين، تيليز موتا، وهنا ياتي الخبره الميدانيه بيلوني موريرا، يلعب على مستوى الجناح، يا سلام. لكن هذا الحارس، والله انا اعتقد ان هذا الرجل هو رجل المباراه، فاز غيماريس هو رجل المباراه، شوط اول كان رائع، والان هو الاخر. شوف تاتي التحيه من الخبره الميدانيه سانتوس مايك فيريرا، سانتوس الحارس المميز والخبره الميدانيه الحارس الدولي البرازيلي، والبرازيل حصلت يعني تواجدت في ريو دي جانيرو في بطولة طبعا الأولمبياد، وحققت المركز السابع، وحققت أيضا على المراكز متقدمة. إذا ما تحدثنا عن كرة يد برازيلية، ما زالت تكتب سطور التاريخ لها على مستوى البحث عن الإنجازات. هنا تسديدة آدم، محاولة آدم، هذا آدم جوهاز ابن هنغاريا، ابن المجر ايضا كانت في القرن الماضي، في الزمن كانت احد الدول التي ايضا يعني تقدم الاسماء هنغاريا، وكانت لها حضور كبير، لكن هذا الزمن هو للفرنسيين، للدنماركيين، للالمان، للسويد. تسديده جميله على مستوى الخط الخلفي لهذا اللاعب كارلوس مارتينيز، يلعب بشكل حلو، وفي لحظة مباغتة البرتغالي هذا اللاعب طوله 1.76 متر. كارلوس مارتينيز، هنا المحاولة لهذا الأسمراني، على الله تكسيره، لعبها بشكل حلو، التمريرة كانت من لوبيز ميكائيل، لعبها أسيست رائع وجميل بالتأكيد. هنا المحاولة للخبرة، بيلوني موريرا، والحلول الفردية لهذا اللاعب بيلوني موريرا. هنا المحاولة البرازيلية، لكن أيضا تصطدم بالدفاعات بالخبرة موريرا. بيلوني موريرا اللاعب يمتلك مواهب عديدة، قدرة على صناعة اللعب والقدرة على الحلول الفردية في الوصول للمرمى. فوستافو إلى مونتي اختفى في الشوط الثاني، شاهدنا في شوط رائع للغاية، هذا 19 يلعب لوبيز ميكائيل والبحث ايضا لاعب اعسر، وقيمة الاعسر مهمة، لكن ما زال يبحث عن المرمى، لكن التصدي من الدفاع. هنا ايضا محاولة، لكن صافرة الاسباني تقول دخول خاطئ عليك يا ابن البرتغال. هذا الالماني طبعا اولي رحميل الالماني وبرتغالي ومن الراس الاخضر، والاسبان موجود في كل طبعا، والدقائق الاربع او اقل من 4 دقائق متبقيه من عمر المباراه. وهنا التعليمات، السيد اوليفيرا ماركوس ريكاردو يبحث عن التعليمات،
عن الحلول عن التقاط المباراة بالتأكيد. نستمع على تعليمات المدربين. Beleza? Vai, vamos lá. Pergunta 3, já fala, já morre, vai. 1, 2, 3. Você vai lá na lateral. Vai, vai você. Vai lá na lateral, passa e desmarca. Ah, tá, não, beleza. Ei, voltamos 5-1, voltamos 5-1. إذا وصلت التعليمات وننتظر بالتأكيد يوم 27/10 انطلاق أعزائي المتابعين بطولة الأولمبيات السعودية التي ستنطلق في العاصمة الرياض في يوم 27/10 ل 7/11/41 بطولة وأجواء رياضية في العاصمة الرياض وسيكون أيضا الإس إس سي حاضر لينقل هذه الأجواء الرياضية ومتعة بالتأكيد أولمبيات السعودية في النسخة الأولى في 27/10 ستنطلق و41 بطولة والأجواء الرياضية ما زالت مستمرة هنا السوبر جلوب كرة مقطوعة من ابن الرأس الأخضر ونجاح لهذا اللاعب ليندرو سميدو يقلص الفارق يقلب بنفيكا يقلب النتيجة 29 مقابل 27 29 بنفيكا و27 لتوباتي البرازيلي الذي كان يملي النفس بالتأكيد كان يبحث 29 بنفيكا 27 توباتي فارق الهدفين ممكن نشاهد عودة توباتي هنا تسديدة لكن أيضا يعني مشي أربع خطوات وبالتالي أعطي الخطأ ومنع من الهدف هذا ابن الجبل الأخضر لاندرو سيميدو هذا اللاعب طوله طبعا إذا ما تحدثنا هو مواليد 1994 27 سنة وطوله 1.94 طوله 1.94 وزن 104 كيلو هذا اللاعب لياندرو سيميدو إلى الخبرة الميدانية بيلوني موريرا تسديدة أيضا جميلة لهذا اللاعب الواضح أمامنا باولو مورينو أيضا هدف للرأس الأخضر يلعب على مستوى الدائرة باولو مورينو وهدف جميل وتعميق الفارق لثلاثة أهداف لبنفيكا الذي خسر لقاء أمام الخليج وفي مباراة جميلة بالتأكيد هي للتاريخ ولقاء جميل وبدت تتوافد الجماهير الخليجية الخلجاوية لمؤازرة الدانة في الاستحقاق القادم للعب على المركز الخامس والسادس تسديدة مونتي وهنا يأتي أيضا ابن الجبل الأخضر ولكن يتصدى البرازيلي أفضل لاعب والله رجل المباراة هذا الرجل فاز غيميريس رجل المباراة بلا منازع هنا أيضا مرة ثانية هجوم خاطف ورجل المباراة بلا منازع وأداء جميل قتالية وهذه قيمة الفكر العالي للاعب لا يستسلم مهما كانت الظروف ومهما كانت الأجواء مهما كانت أيضا المراكز يجب أن نكون أفضل دائما إذا كان يعني 11 بالتأكيد هو أفضل من 12 و10 أفضل من 11 وهكذا ويجب أن تقاتل في البطولات الكبرى يجب أن تحضر بكل قوة يجب أن تستفيد شكرا لي هذا النجم فاز غيميريس الذي علمنا الكثير في هذا اللقاء وهنا ابن الرأس الأخضر جوزيه ونهاية المباراة ليندرو سيميدو وننتظر والله رجل المباراة هو هذا فاز غيميريس بلا منازع بالتأكيد ننتظر ونستمع
ابدا ابدا لا 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 ابدا انا اعتقد ان الامور هي لي فاز غيميريس الحارس البرازيلي هو الافضل بالتاكيد في هذا اللقاء هو الافضل بالتاكيد هذا حتى لم يلعب مباراه كامله هذا الاسباني لم يلعب المباراه الكامله ولكن من كان متالقا في ارضيه الميدان هو لهذا الرجل لهذا الرجل فعلا يستحق التحيه والتقدير ومباراه جميله بالتاكيد